الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله والمصطفى. أما بعد، أبنائي وبناتي طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات تميز معكم الأستاذ محمد أحمد شعبان، معلم اللغة العربية بمدرسة أجيال مصر. طبعا يا أبناء، طبعا في الأسابيع السابقة تحدثنا وتكلمنا عن أهم الموضوعات النحوية اللي تم دراستها، وقمنا بحل العديد من التمارين أو الأسئلة على بعض القواعد النحوية. أيضا قمنا باسترجاع النصوص. اليوم يا أبنائي سنقوم باسترجاع أهم الفصول أو أحداث القصة التي تم دراستها. طبعا كلنا عارفين إن قصة الأولاد كانت بعنوان مغامرات في أعماق البحار. طبعا يا أبناء، هنبدأ النهاردة بس نراجع مع بعض الأحداث الهامة جدا في القصة، ولكن قبل البدء في حل بعض الأسئلة هنقوم باسترجاع بعض أهم النقاط أو أهم الأحداث في هذه القصة. طبعا يا أولاد، خدنا في قصتنا أولاد اللي هي مغامرات في أعماق البحار إن أسامة كان بيحب قراءة القصص حبا جما، وكان بيحب قراءة القصص منها قصة سندباد البحري وعقلة الأصبع وشاطر حسن وألف ليلة وليلة. قلنا أسامة كمان كان كان له أختان، كان له أختين أولاد، طبعا إحداهما كانت اسمها أماني والأخرى اسمها هالة، وطبعا أماني كانت أصغر من أسامة بسنة واحدة. كمان هالة أولاد كانت أكبر من أسامة وسافرت مع زوجها إلى سيناء اللي عمل في هذا المكان لبناء مستقبل زوجها ومستقبل بلده الحبيب مصر. عرفنا كمان يا أولاد إن أحداث القصة كلها كانت بتدور في البحر الأحمر، ويمكن أحداث القصة بقت بعضها حقيقي والآخر خيالي. تعالوا بعض بقى النهاردة نبدأ نشوف بعض الأسئلة اللي سيتم حلها. قول لي ما الفكرة الذي خطرت على بال عقلة الأصبع عندما رأى السمكة الكبيرة؟ طبعا مع بعض أولادنا نبدأ نسترجع النقطة دي، مهمة جدا. طبعا أسامة عندما سقط هو وفي أمانة أولاد سقطوا في قاع البحر، ولكن أسامة ظل يبحث عن أماني لفترة من الزمن، وطبعا كان دائما يستذكر الله عز وجل حتى يملك أخته إيه أماني. طب يا ترى إيه اللي حصل في الوقت ده؟ خطرت على باله فكرة غريبة جدا وعجيبة جدا إنه يركب على ظهر السمكة الكبيرة. طب ليه؟ طبعا أولاد أسامة بيقول او ما الفكره التي خطرت على بال عقله الاصبع عندما راى سمكه كبيره؟ طب يا ترى يلا نروح نفكر مع بعض كده. اسامه في الوقت ده خطرت على باله فكره ان يركب على ظهر السمكه الكبيره ويتلقى معها في قاع البحر تحت العتبه. بس في نقطه مهمه جدا لازم تفتكروها جدا، السمكه الكبيره دي لم تشعر باسامه. طب ليه؟ او بعقله الاصبع ليه؟ ببساطه جدا يا اولاد، لان اسامه كان بحجم عقلة الأصبع فهو صغير صغير صغير، ولكن السمكة كبيرة كبيرة. علشان كده أولاد السمكة لم تشعر بمين؟ بأسامة. تعالوا بعد كده نشوف السؤال الثاني يا أولاد، كيف أفلت الأخطبوط من الحوت؟ وده سؤال مهم جدا. الأخطبوط يمكن كل كائن يا أولاد من الكائنات ربنا وهبه طريقة لحماية نفسه يا أولاد أو لدفاع نفسه. طيب الحوت كان عقلة الأصبع بيتمنى انه يرى معركة الأخطبوط والحوت، لكن حصل شيء غريب جدا جعل الأخطبوط يفلت من الايه؟ من الحوت. يا ترى عمل ايه؟ يلا نفكر مع بعض. في الوقت ده يا اولاد الأخطبوط أخرج من جسمه يا اولاد أو أفرز من جسمه مادة كان حب أخفته عن الأنظار. يبقى السبب اللي جعل الحوت لا يرى الأخطبوط أن الأخطبوط يا اولاد ربنا سبحانه وتعالى وهبه وسيله للدفاع عن نفسه يا اولاد، وهو ان يخرج من جسم الماده كالحب حتى يختفي عن انظار الاعداء. طيب بعد كده يا اولاد بيقول لي ماذا حدث للسمكه التي كان يركبها عقله الاصبع وما الخطر الذي تعرض له؟ طبعا يا اولاد يمكن احنا عرفنا من القصه بعض الاسماك اللي راها اسامه كانت اسماك متوحشه، منها سمكه ابو سيف ومنها سمكه المنشار. طيب اسامه كان خلاص يا اولاد أوشك على الموت، خلاص هيموت. طب ليه؟ إيه اللي حصل؟ تعالوا نفكر مع بعض، يمكن السؤال ده هيجاوب عليه جدا. بيقول كده ماذا حدث للسمكة التي كان يركبها عقلة الأصبع وما الخطر الذي تعرض له؟ طبعا يا أولاد يلا نفكر مع بعض، إيه اللي حصل؟ قال يا أولاد إن سمكة أو منشار قامت بضرب
سمك الذي كان يركبه سمك فقسمته نصفين او شقته نصفين. اسامه في الوقت ده اولاد كان اوشك على الموت، لكن ندم الموت بعبر. ليه؟ لان اسامه اخذ يتقلب في الماء بعيدا حتى لا تاكله سمكه من شر مع الاسماك الاخرى. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده اولاد. بني ما الذي جعل عقله الاصبع يتصمر في مكانه ولا يتحرك؟ اسامه يا اولاد احنا عرفنا انه كان عايز يعرف حكايه الاشباح السوداء. يعني نفكر مع بعض كده، الاشباح السوداء هي دبابيب الحديديه. عندما سقطت في قاع البحر اسامه كان يتمنى ان يعرف ما هي حكايه الاشباح السوداء اللي هي الدبابيب الحديديه. اسامه في الوقت ده قرر ان هو يصعد الى سطح الماء، لكن في شيء جعل اسامه يتصمم في مكانه يقول لك يا ترى ايه الشيء ده؟ الشيء ده بكل بساطه يا ولاد ايه؟ انه سمع صوت اختي اماني وهي تنادي عليه يا اسامه يا اسامه. طبعا ما زال يا ولاد سؤال اخر، بيقول ماذا حكى عقد الاصبع لاختي اماني؟ وعن اي شيء حدثها؟ تعالوا نعرف كده مع بعض. عقد الاصبع حكى لاماني ايه؟ يلا نفكر مع بعض. اسامه لما وجد اخته اماني يا ولاد يا ترى اتكلموا مع بعض في ايه؟ يلا نركز ونفكر. يلا نجاوب على السؤال. قال ايه؟ اسامه حكى لها عن المستعمرات المرجانيه التي راها في قاع البحر، وايضا يا اولاد حدثها وكلمها ايضا عن الحوت والاخطبوط والمعركه اللي كان بيتمنى ان يراها. ايضا يا اولاد تحدث عن سمكه ابو زيد وسمكه ابو منشار والسمكه الكبيره التي ركب على ظهرها. يبقى اسامه تحدث مع اماني عن كل شيء راه في قاع البحر. تعالوا نشوف سؤال تاني. يلا ولماذا شاهدت اماني وهي في اعماق البحر وعلامة لذلك؟ يا ترى اماني هي كمان شافت ايه يا اولاد في اعماق البحر؟ ايه الاشياء التي راتها اماني في اعماق البحر؟ ما اسامه حكى وعرف اماني ايه الاشياء التي راها في قاع البحر. يا ترى هي اماني كمان شاهدت ايه في قاع البحر؟ يلا نفكر مع بعض. قال يا اولاد في الوقت ده اماني شاهدت اشياء غريبه وعجيبه جدا، فشاهدت اشكالا وانواعا غريبه من الاسماك في اعماق البحار. منها يا اولاد السمكه التي كان يخرج منها ضوء فيميل لها الطريق. ايضا يا اولاد السمكه التي باع او ترسل ضوء احمر في راسها وفي زباب نور او ضوء ازرق. ايضا يا اولاد كان هناك بعض الاسماك يخرج من جسمها يا اولاد نور فيضيء لها المكان، وكانت هناك اسماء تضيء وقتما تشاء وتطفئ نورها وقتما تشاء، وده يدل يا اولاد على قدره ربنا سبحانه وتعالى. ويمكن احنا عارفين عالم البحار مليء بالغرائب والعجائب لتجعلنا يا اولاد نقف عندها حتى نتامل في قدره الله عز وجل في خلقه، فسبحان الخلاق العظيم. تعالوا على جنب نشوف اسئله اخرى يا اولاد. السؤال بعد كده بيقول لي ما فائدة الأنابيب السوداء التي أُلقت في البحر؟ التي أُلقت في البحر، يا ترى إيه حكاية الأنابيب السوداء اللي إحنا كنا بنقول عليها إيه؟ الأشباح السوداء. طبعًا يا أولاد إحنا عايزين هنا نعرف إيه فائدة الأشباح السوداء ديت أو الأنابيب الحربية السوداء. يا ترى كانت بتصنف إيه؟ أول حاجة يا أولاد الأنابيب السوداء ديت يا أولاد أو الأنابيب الحربية السوداء كانت بتصنف في نقل البترول من قاع البحر إلى الجزيرة، ثم يتم نقلها يا ولاد إلى خزانات على الشاطئ، ودي خزانات بترول يا ولاد. وعرف أن هذه الجزيرة هي مبنية فوق بئر كبير من آبار البترول والتي يستخرج من قاع البحر. طبعًا يا ولاد يمكن ربنا سبحانه وتعالى جعل الكون مليء بالغرائب والعجائب، ويمكن أغرب شيء يا ولاد إن يكون فيه بترول في قاع البحر. عشان كده الانسان بيحاول بقدر الامكان انه يستغل هذه الخيرات اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم بها علينا، فكان بيستخدم في نقل البترول الموجود تحت الجزيره الحراريه ويتم نقله الى خزانات خزانات بها برد. بعد كده سؤال اخر يا اولاد، ماذا كان يلبس عامل اللحام ولماذا؟ طبعا يا اولاد احنا طبعا اسامه واماني كان يشاهدان عامل لحام، وكان طبعا يصعد على سلم حديدي غير سليم، ولكن تحدثوا مع بعض الاولاد عن خطوره هذا العمل. طيب الحامل ده كان بيقوم بلحام بعض المعادن او بعض الانابيب، يا ترى ماذا كان يلبس او يرتدي حامل الحامل؟ يا ترى كان مرتدي ايه؟ يلا نجاوب.
قال يا اولاد يا اولاد، هنا عامل الاحلام كان يرتدي او يلبس يا اولاد قفازا في يديه، وايه تاني؟ وقناعا. طب القناع بيده ايه؟ قال يحمي يا اولاد من النار الشديده اثناء عمل يا اولاد. يبقى لازم نعرف كده ان فائده القناع وفائده القفاز اللي كان بيرتديه العامل هو الحمايه من الشرار المتطاير او الشرار المتطاير. طيب بعد كده يا اولاد سؤال اخر، لماذا لم يسقط عامل اللحام في البحر؟ طبعا الاجابه هنا بسيطه جدا، يمكن اسامه وعماني تحدثوا عن خطوره العمل، لكن اسامه تحدث مع عماني ان عامل اللحام ده لن يسقط في قاع البحر. يا ترى ايه السبب اللي جعل اسامه على يقين تام ان عامل اللحام لن يسقط في قاع البحر؟ تعالوا نرد كده ونشوف الاجابه ايه لما نفكر. ايه الاجابه يا اولاد؟ لانه كان يربط حول وسطه يا اولاد حبلا يسمى حبل الامان. يبقى بكل بساطه ان السبب الاساسي الذي يجعل عامل الحمل لم يسقط في قاع البحر هو انه مربوط في وسط الاولاد بحبل يسمى حبل الامان. تعالوا كده نشوف سؤال اخر، قول لي ضع على مزحه العبارات الصحيحه وعلامه خطا امام العباره غير صحيحه. سافرت هاله مع زوجها للاستمتاع بشمس سيناء المشرقه. احنا قلنا من البدايه يا ترى اماني لما هاله يا اولاد لما سافرت مع زوجها علاء الدين الى سيناء، يا ترى كانوا رايحين يستمتعوا بالجو الجميل الموجود في سيناء ولا شيء اخر؟ يلا نفكر. تعالى نعرف كده الاجابه ايه، صح ام خطا؟ طبعا اجابه خاطئه، لان احنا قلنا يا اولاد ان اماني كانت بتساعد زوجها في بناء مستقبله ومستقبل وطنه. يبقى السبب الرئيسي اللي جعل اسامه اسف هاله تنتقل مع او تتنقل مع زوجها الى سيناء هي انها كانت تريد ان تساعد زوجها في بناء مستقبل. تعالوا بعد كده نشوف سؤال اخر، والاشياء السوداء هي انابيب حديه؟ الاشياء او الاشباح السوداء هي انابيب حديه؟ لما نفكر مع بعض. اجابه صحيحه طبعا، لان الاشباح السوداء كما قلنا من قبل يا اولاد هي انابيب حديديه تستخدم في نقل البترول من قاع البحر الى خزانات بترول. بعد من ذلك شاهد اسامه سمك يخرج الضوء من راسه. هل اسامه بشاهد اسماك بتنير يا اولاد او بها اضواء مختلفه؟ يا ترى الاجابه صحيحه ولا خطا؟ يلا نفكر مع بعض. طبعا اجابه خاطئه. ليه يا اولاد؟ لان دراسه هذه الاشياء وهذه الاسماء هي اماني، والسبب بكل بساطه لان اماني سقطت في قاع البحر فبدا يحب الظلام، بدات ترى اسماك تضيء بالوان غريبه وعجيبه، وده بيدل على قدره ربنا سبحانه وتعالى. سؤال اخر يا اولاد رقم 4، وجد اسامه اماني محشوره تحت انبوبه ضخمه سوداء. يا ترى اسامه عندما سمع صوت اماني اين وجدها يا اولاد؟ وجدها فين؟ وجدها تحت انبوبه سوداء. لذلك اجابتنا يا اولاد اجابه، برافو عليكم احسنتم، اجابه صحيحه. تعالوا نشوف سؤال اخر، بيقول لي وصلت عمرة الاصبع الى قاع البحر ووجد الاخوان في حديقه عجيبه الشكل بديعه الالوان. عمرة الاصبع بعد ما سقطت من على ظهر الحمامه هو واختي اماني، وجد نفسهم في ايه؟ وجد نفسهم في حديقه عجيبه الالوان. يبقى اجابتنا ايه؟ اجابه صحيحه طبعا. طبعا دلوقتي نشوف اخر سؤال عندنا يا اولاد النهارده. راى عمرة الاصبع جزيره حديديه كبيره في وسط البحر. طبعا هنبدا نشوف ونركز مع اسامه لما صعد لسطح الماء، يا ترى هو وجد جزيره حديديه ولا لا؟ طبعا اجابه صحيحه. وبكده يا اولاد انتهينا النهارده من حلقه اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.